باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. انسان غرس كرما وسلمه الى كرامين وسافر زمانا طويلا. هو المثل من الناحيه التاريخيه تطبيقه واضح خالص، انه كان بيتكلم عن شعبه، أو نقدر نقول عن كنيسة العهد القديم، إن ربنا تعهد بالرعاية، أخرج شعبه من مصر وأطعمه وعاله 40 سنة في البرية، واحتضنه احتضان خاص، واداله الشريعة، وبعت له الأنبياء، وعمل كل حاجة. ولكن للأسف تاريخ الكتاب المقدس بيقول إن مفيش نبي إلا وأهانوه وضربوه وقتلوه، لغاية ما جه الرب يسوع نفسه لما قال للآب السماوي، قال أرسل ابني لعلهم يهابوه. فقالوا ده الوارث، هلما نقتله ويكون لنا الميراث. وكان الرب يسوع المسيح بيقول لهم كده بصراحة، أنا عارف أنتوا هتعملوا فيا إيه، أن أنا الابن وأنتوا هتقتلوني. ولكن للأسف الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية، لأنه ليس أحد بغير الخلاص. للأسف إن كل من يسقط على هذا الحجر يتردد، وكل من يسقط هو عليه يسحقه، بمعنى إن رفض المسيح نتيجته وحشة خالص. كل من له الابن له الحياة الأبدية، ومن ليس له الابن الذي لا يؤمن بالابن يمقس عليه غضب الله وليس له حياة. فالمثل من ناحية تاريخية أو من ناحية تاريخ الكتاب المقدس واضح ومشروح ومعروف قوي. هو كان يقصد ايه؟ لدرجة انه بعد ما قال هذا المثل يقول طلب الكتبة رؤساء الكهنة ان يلقوا ايديهم عليه في تلك الشعب في تلك الساعة، فخافوا الشعب لانهم علموا انه قال هذا المثل عليهم. علموا انه قال هذا المثل عليهم، يعني ما كانتش عايزة شطارة ولا زكاوة ولا اي حاجة. واضح قوي انت بتتكلم علينا عشان احنا ناويين نقتلك، ناويين نرفضك، ناويين نقتلك. فدام كده يبقى احنا نلقي القبض عليك. العجيب جدا، العجيب جدا قساوة القلب. طب ما انتوا عارفين يا جماعة اللي بتعملوه ده غلط، وعارفين ان هو عارف الغلط اللي هتعملوه، طب ليه ما تراجعوش نفسيكم؟ هنا قساوة قلب الإنسان، أنه بالرغم أنه فاهم كلام المسيح مقصود بإيه، ولكن مع ذلك بينفذ إرادته الشخصية. فده الكلام من ناحية التاريخية. كلام من الناحية التطبيقية العملية أو الاجتماعية برضو سهل أوي شرحه. لو احنا افترضنا الكرم هو الكنيسة وخدمة الكنيسة، فده معناه ببساطة الله بيجي وقت ويسأل المسؤول عن الكنيسة، سواء كان الأسقف أو الكاهن أو الشماس أو الخادم، ويقول له
انت خدمت في الكنيسة لمصلحة مين؟ فين نصيبي في الكرم؟ اعطيني من ثمر الكرم، اديني من ثمر الكرم مجد لاسمي، اعطيني من ثمر الكرم كرامة لاسمي. ولكن للأسف يمكن في أوقات كتيرة الخدمة بتمشي بطريقة روتينية وتمشي لأجل مجد الذات، إن كل واحد عايز يمدح نفسه أو يعلن عن وجود نفسه أو يثبت وجوده، ومن هنا بتيجي المشاكل جوه الكنيسة، إن إحنا بنشتغل مش لحساب صاحب الكرم ولكن بنشتغل لحساب نفسنا، لحساب مجدنا الشخصي. وبيقول كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم لبعض؟ إزاي هيكون في إيمان حقيقي لو كانت الكنيسة أو الخدمة كلها علشان الواحد بيدور على نفسه، وكل واحد عايز هو اللي يظهر، وكل واحد ما عندوش محبة للتاني؟ يبقى احنا كده شغالين لحساب نفسينا. فبرضو شرح هذا المثل من هذا الجانب سهل قوي وواضح. ممكن يكون على مستوى الأسرة أيضا تكون الأسرة هي الكرمة. ربنا يقول لك طب أنا اديتك أسرة واديتك ولاد، عيشهم ازاي وربيتهم ازاي؟ وهل هم فعلا بيمجدوا اسمي ولا مجرد ان احنا بنديهم شهادات دراسية ونديهم مستقبل عملي وكل واحد يطلع يتخرج يدور على بيته او يعمل له قصر وخلاص؟ ولكن فين مجد ربنا؟ يمكن مجد ربنا مش موجود. ربنا يفرح ان اولاده يعيشوا فعلا في مستوى حلو، يعني مش ما بقول يفتح قصر ولا يعمل قصر، دي مش حاجة زعل ربنا. ولكن اللي زعل ربنا ان الانسان يبني قصور وينسى ربنا، وينسى ربنا، يبقى الشغل لحساب نفسه مش الشغل لحساب ربنا. اديتك كرب وفين حسابي؟ فين حقي؟ اديتك كرم، اديتك مواهب، اديتك عطايا، اديتك للآخر، هل انت بتدي الحاجات دي لصاحبها ولا بتتاجر فيها لحسابك الشخصي؟ لغاية كده والكلام سهل ولذيذ ومفهوم يعني ولا ايه؟ حد مش فاهم الكلام لغاية كده؟ اللي مش فاهم الكلام لغاية كده أقول له ما تسمعش الباقي لكن ربنا يفهمنا. الحقيقة هذا المثل له تطبيق آخر أعمق من كده، وعشان تفهم هذا المثل في حياتك الشخصية وفي كيانك الداخلي أنا عايزك ترجع بذهنك آلاف السنين ورا، لما كانش فيه إنسان وبعدين ربنا راح جاب شوية تراب كده وعمل بيهم تمثال بني آدم اللي هو مين؟ آدم. لغاية دلوقتي آدم ده عبارة عن إيه؟ حتة أرض، صح؟ حتة أرض، حتة أرض زراعية. يعني ممكن ربنا بعد ما لم شوية التراب دول وشكلهم وراح جاب شجرة وردة وغرسها وسقاها، كان طلع من آدم إيه؟ شجرة وردة. كان يطلع بن آدم؟ لا، لو حط فيه حتة عنباية كان يطلع إيه؟ شجرة عنب، مش كده؟ لو حط فيه روح كلب كان يطلع إيه؟ كلب. هو حتة أرض، حتة أرض هو أنا وإنت، أنا وإنت. وكتير قوي يقعدوا يرنموا ويرتلوا، أنا ما بحبش الترانيم اللي بتقول كده، إن الإنسان تراب ورايح لتراب ومفيش غير التراب وإحنا بقينا مجرد حتة أرض.
لكن ربنا لما حب يفلح الارض دي اللي هو ادم اللي هو انت اللي هو انت اللي هو انا، ربنا لما حب يفلح الارض دي، لما حب يزرع الارض دي، قال ان هزرع فيها اغلى حاجه واعظم حاجه وامجد حاجه. انا هزرع في حته الارض دي نسمه من روحي، نفخه من فمي، شراره الهيه، شراره الهيه، عمل الهي. بيقول ونفخ الرب الاله في انفه نسمه حياه فصار ادم نفسا ايه؟ حيا. فزرع ادم وبدل ما يزرع عنبايه في الارض بتاعت ادم زرع روحه في ادم. انا ما اعرفش ادم لما ربنا عمله كان تمثال صغير قد كده ولا كان راجل كبير، مش فارقه، انا كان كل شويه تراب والتراب كتير قوي يعني. ولكن لما ربنا غرس، ده اللي انا عايزك تاخد بالك منه النهارده، لما ربنا غرس في التراب ده الروح بتاعه، نفخه الحياه بتاعته، ابتدى شويه التراب ده يطلع على انه كرمه جميله جدا. ابتدى ادم يكبر ويبقى انسان حي، وابتدت حاجات كتيره تشتغل في ادم، وابتدى ادم شويه التراب، حته الارض دي اللي هي اسمها ادم، وكلمه ادم يعني من التراب من القديم يعني، وابتدى ادم ده يبقى فيه عالم كبير قوي، عالم ضخم، جنينه عنب ضخمه مليانه افرع باشكال والوان ومليانه ثمار باشكال والوان. ادم بقى فيه جهاز هضمي شكله كذا وشغال بالطريقه الفلانيه، ادم بقى فيه جهاز تنفسي، ادم بقى فيه جهاز دموي عصبي، ادم بقى فيه قلب، بقى فيه اعضاء، بقى فيه حاجات كتيره قوي في تشريحه الجسمي او الجسدي. ادم بقى فيه دماغ بيفكر، ادم بقى فيه اراده، ادم بقى فيه فكر، ادم بقى فيه قوه نظر، ادم بقى فيه قوه عضليه، ادم بقى فيه حركه، ادم بقى فيه حاجات كتيره. ادم حته الارض اتزرعت فيه نبته الروح دي، طلع ادم بقى عالم ضخم كبير الواحد مش قادر يتخيله ازاي. واصبح ادم عبارة عن جوهرين في بعض، جوهرين في بعض. انا بقولك الحكاية ده وصحصح، ولانك عايزك تعرف نفسك النهاردة وتعرفي نفسك النهاردة، لان بالحق لو عرفت نفسك النهاردة علاقتك مع الله هتبقى حاجة تانية خالص. فطلع ادم جوهرين في بعض، ادم النفس اللي هي على صورة الله وعلى مثاله، اللي فيها الباكج الإلهية، السبارك الإلهية، الشرارة الإلهية، القوة الإلهية. وآدم بقى جوهر تاني، جوهر أولاني الإلهي وجوهر تاني طلع منه الجنينة الكبيرة دي والعمل الضخم ده، اللي لما بنبصله نقول ده آدم.
أنا لما بشوفك بقول عليك إنك جرجس أو حنة، أو بقول عليك إنك ماجدة أو سعاد أو مريم أو whatever. أنا كل اللي بشوفه الشكل من بره، العينين اللي بره، الوش اللي بره، الحجم اللي بره، اللبس اللي بره، الكلام اللي بسمعه من بره، الرؤية الخارجية. أقدر ألخص كل اللي أنا بشوفه منك هو البدلة اللي أنت لابسها أو الفستان اللي أنت لابساه، بما فيه شكلك بوشك بكله. كل ده عبارة عن لبس أنت لابسه، لكن حقيقة الأمر في نبتة جواك أنا مش شايفها، لكن المفروض أنت تبقى شايفها. نبتة جواك الشرارة الإلهية، النفس الإلهية اللي جواك. لما حصل بقى الإنسان حاجتين جوا بعض، حاجة جوهرية كيانية هي نفخة الله أو النفس البشرية التي على صورة الله، وحاجة لبسها فوق ده كله اللي هو الأفكار والمشاعر والحركة والأعضاء والجسم والنفس والإرادة وكل ده. حصل بقى فيه زي كرمة وكرمين. هنا المثل بيقول أنا غرست الكرمة، أنا غرست النفس الإلهية دي، أنا غرست فيك الشرارة الإلهية دي، وبعدين الشرارة الإلهية والنفس الإلهية دي سلمتها للكرمين اللي هم بقى أفكارك وعقلك وفكرك وعينيك، قوتك العضلية، قوتك الجسدية، مشاعرك، إرادتك، كل حاجة، أي حاجة فيك، أي حاجة فيك غير النفس الإلهية اللي جواك هي دي الكرمين. أو أقدر أقول هي دي الأنا أو الشخصية البرسونة، الأنا اللي بيسموه، اللي أقدر ما أبص عليها كده أقول ده فلان دي فلانة. لكن يا ترى السؤال هنا، وهرجع للمثل، عرفنا ايه الكرمة اللي غرسها ربنا فينا؟ هي ايه؟ ها؟ لو حد بقى صح وفاهم الموضوع، ها؟ النفخة الإلهية اللي جواك، النفس البشرية اللي جواك. طب والكرمين اللي جوه الواحد؟ دلوقتي الواحد هيقف قدام الجاز هيدعبس على نفسه ويقول انا اشوف الكرمين اللي جوايا دول عملوا ايه. الكرمين اللي جواك دول هم مين؟ هو كل حاجه تانيه جواك ما عدا النفس الالهيه دي، ما عدا النفس الالهيه. هي مشاعرك، يا ترى مشاعرك دي خدت بالها من الكرمة اللي جواك دي واشتغلت لحساب الله، ولا اشتغلت لحساب نفسها؟ يا ترى عينيك دي خدت بالها من الكرمة اللي جواك، النفس الإلهية اللي جواك دي، واشتغلت لحساب الله ولا اشتغلت لحساب نفسها؟ مشاعرك، أفكارك، حركتك، شكلك الخارجي، لبسك، إرادتك، كل حاجة، كل حاجة. طب افترض ربنا سحب النفس دي، قال خلاص انا عايزها، كل الباقي راح فين؟ ولا حاجة. راح فين؟ حتة ارض. عشان كده بعت لنا الرب يسوع، قال لعلهم يهابون ابني، لعلهم يقبلوا كلام الرب يسوع عن الحياة الأبدية، عن الملكوت، لعلهم يصحصحوا ويفوقوا،
لعلهم يعرفوا انكم لستم ملكا لانفسكم بل للذي اشتراكم. لعلهم يعرفوا ان يا جماعه احنا نفس الهيه. موضوع علشان تعمل رساله الهيه، عشان تعمل عمل الهي، عشان الله يشتغل من خلالها، عشان الله يشتغل من خلالها. تعرفوا اللمبة المنورة دي؟ اللمبة المنورة دي الحلو اللي فيها انها وافقت انها تنور، مش كده؟ لكن مش هي النور ده مش بتاعها على فكرة، دي بتضحك علينا. النور اللي في اللمبة ده جاي من جهاز ضخم قوي، تربينات ضخمة قوي بتولد كهرباء، وفي حتة بعيدة قوي يمكن ما نعرفهاش، وحتى غير منظورة وغير مرئية ما تعرفهاش. لكن لو اللمبة دي قالت في نفسها أنا مش هنور إلا بكيفي، أنا هنور مكان ما أنا عايز ومش هنور مكان ما أنا مش عايز، أنا هنور لمجدي مش هنور لمرقص، أنا هنور للست دي مش هنور للست دي، لو اللمبة دي قالت كده هتعملوا فيها إيه؟ تترمي في الزبالة، تترمي في الزبالة. لكن المشكلة أو الفرق بين اللمبة وبيني وبينك إن اللمبة ما بتشغلش دماغها، قالت ملياش دماغ ملياش إرادة. أنا زي ما يقولوا لي إعمل إيه؟ أعمل. تعمل أون أنور، تعمل أوف إيه؟ أطفي. لو عملت أون ما نورتش أو عملت أوف ما طفتش يبقى اللمبة دي بايظة تترمي في الزبالة. يا جماعة أنا عايزكم تاخدوا بالكم، إحنا مش إحنا، أقولها تاني دي، إحنا أنا مش أنا، أنت مش أنت، أنت مش أنت، إحنا بنضحك على نفسينا، إحنا بيقول أنا وأنا وانت تقول انت وانت وانت وانت. ولكن بولس الرسول أدرك هذه الحقيقة وقال إيه؟ أنا ما أنا، أنا ما أنا، ولكن ها نعمة الله العاملة فيا. الكرامين اللي جوايا تعبوني، تعبوني ليه؟ لما أخذوا قدرات الإلهية بتاعت النفس الإلهية اللي جوايا واستخدموها لحساب نفسها، لحساب نفسهم، راح الكرامين اللي جوايا دول يطلبوا عاطفة بشرية، راح الكرامين اللي جوايا يفكروا في الشر، راح الكرامين اللي جوايا فكروا يخدموا فلان وما يخدموش فلان، راح الكرامين اللي جوايا قالوا لي ده حلو وده وحش، راح الكرامين اللي جوايا دول يشتغلوا لحساب نفسهم. أرسل ابني والابن بيقول لك خلي بالك انت جواك نفس إلهية على صورة الله، نفس إلهية ربنا حاططها عشان يشتغل من جواه، عشان يحقق بيها رسالة جواك. الله فين؟ حد يقول لي الله فين؟ ها عايز إجابة. الله فين؟ ده انتوا رائعين جدا بتقولوا جواكوا. السلام يقول لك الله فين، المسلمين يقول لك سبحانه وتعالى، يعني فين؟ بره خالص، فوق خالص. الله مالئ الكل، الله مالئ الكل، ولكن اكتر من هذا الله فيك، والله فيك لان فيك النفس الإلهية دي وروح الله ساكن فيك. الله بيعمل، الله بيعمل، الله بيعمل من خلالنا احنا، نحن عاملان مع الله. الله هو العامل فيكم ان تريدوا ان تعملوا، الله الذي به نحيا ونوجد ونتحرك. يعني انا ما اتحرك كده معناه ان الله اللي فيا هو بيتحرك كده، انا لما بتكلم معناه ان الله بيتكلم، انت لما بتنظر معناها ان الله بينظر، بينظر من خلالك.
فلو انت بتنظر نظر مقدس يبقى الله، يبقى انت استخدمت النظر لحساب الله. ولكن لما تنظر نظر شرير يبقى استخدمت النظر لحسابك. انا لما بفكر معناها ان الله بيفكر فيا، لما افكر افكار مقدسه معناها ان الله بيفكر فيا هذه الافكار. ولكن لما افكر افكار شريره معناها ان انا استخدمت الفكر لحساب نفسي مش لحساب الله. الله فيك، الله فيك، الله فيا، فيا نفخة الحياة. عشان كده بقول لك أنا مش أنا، أنت مش أنت. مفيش حاجة اسمه فلان اسمه إبراهام لوحده كده اسمه إبراهام. مفيش حاجة اسمه مجدي، مفيش حاجة اسمه مرقس لوحده كده. ولكن في حاجة اسمه الله جوه مجدي، الله جوه مرقس، الله جوه إبراهام بروحه بنفخته الإلهية بروحه الإلهي. والله حب يلبس لبس، فلما لبس 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 شكل واحد اسمه مجدي، ولبس شكل واحد اسمه مرقس، لبس شكل واحد اسمه إبراهام، لبس شكل واحدة اسمها ماري. فاحنا بنعكس صورة الله فعلا. وهل الله فعلا عامل فينا ولا الله بيكلم من جوانا يقول لك يا فلان اعمل حاجة دي كويسة، تقول له لا مش هعمل. الله امال انا جواك بعمل ايه؟ امال انا جواك ليه؟ فانت انت الكرم وانت الكرمين، انا وانت وهو كل واحد فينا هو الكرمة وهو الكرمين. جواك الكرمين وجواك الكرمة نفسها. ربنا بيسألك، وعيت الحقيقة دي؟ عرفت الحقيقة دي ولا لا؟ أنا مش عايز أطول، الموضوع ده واسع وكبير، لكن عايزك النهاردة تقف قدام ربنا تقول يا ربي أنا بشكرك على عطية الكرمة اللي أنت اديتها لي جوايا، على النفس البشرية اللي اديتهاني، على روحك القدوس اللي جوايا ده. بشكرك انك انت استأمنتني عليه. وبقول لك تعالى يا رب النهاردة وامسك الكرامين اللي جوايا دول كلهم وصلحهم. هذه الكرمة التي غرستها يمينك اعملها ايه؟ اصلحها وثبتها، ثبتها فيك، ثبتها في خوفك، ثبتها في قداستك، ثبتها في عملك. تعالى النهاردة يا ربي بقول لك نفسي بتاعتك، أنا مجرد شوية تراب أنت زرعت فيها النفس دي. تعالى استلم المشاعر، هيمن عليها رب. استلم الأفكار، هيمن عليها. استلم النظر، هيمن عليه. استلم السمع، استلم القلب، استلم كل أعضائي، استلم كل كان، استلم كل الكرامين اللي فيا دول. أنا النهاردة يا ربي بقول لك أنا بسلمك كل الكرامين اللي جوا حياتي، كل الكرامين اللي جوايا. تقدروا تقولوا كده؟ قولوا له يا رب كل جوايا، كل اللي في داخلي، كل الهيئة بتاعتي، كل اللبس بتاعي اللي لبسته النفس البشرية دي، بقول له يبقى المجد اسمك، لحساب اسمك. ليه الواحد لما بيعمل غلط يبقى تعبان ومتضايق؟ يقول كده ليس سلام قال إلهي للأشرار. ليه؟ هو تفتكر يعني ربنا بيعاقب الإنسان عشان عمل الشر؟ الإنسان هو بيعاقب نفسه. تعرفوا ليه؟ أنا هو لما بيعمل الشر أو بيعمل حاجة ضد وصايا الله تلاقي النفس اللي جوه، ما أنا مش محطوط عشان أعمل كده، أنت بتخليني أعمل حاجة مش محطوطة جواك عشان كده، أنت بتخليني أشتغل شغلانة مش بتاعتي، بتخليني أشتغل شغلانة مش بتاعتي.
يعني مؤاخذة لو انتوا جبتوا بني ادم وقلت له وطي ظهرك ورحت عملت شايله على ظهرك على ظهرك على ظهرك وقلت له امشي زي الحمار، هيبقى مبسوط؟ هيقول لك ايه؟ هو انا حمار؟ انت ليه بتخليني اعمل كده؟ ولو عمل كده هيبقى ناقم ومتضايق وتعبان وزعلان وغضبان، لانك انت خليته عمل حاجه مهينه جدا لنفسه ومتعبه جدا لنفسه ومذله جدا ليه. هي دي نفسك البشريه اللي جوه، نفسك البشريه القرمه اللي جواك دي لما انت تخليها تشتغل حاجات او تستخدمها في حاجات ضد وصايا الله وضد تعليم الله، تقول لك لا دي مش طبيعتي، ده انا نفس على صورة الله ومثاله. تخيل انت جواك نفس على صورة الله ومثاله، مش هتستريح النفس دي الا لما تعمل فقط اعمال الله ولحساب الله. نفسك لن تستريح الا حينما تعمل اعمال الله ولحساب الله فقط، ونفسك مش هتستريح الا اذا عملت اعمال ربنا ولحساب ربنا. سلم نفسك لربنا النهارده، قول يا رب استلم حياتي باجملها ولتكن لمجد اسمك. خلي مثل الكرم وكرمين مش يبقى سبب خوف ورعب ولكن يبقى سبب فرح ومجد لينا، لان بنقول له هذه الكرمة التي غرستها يداك التي غرستها يمينك اصلحها هويه وثبتنا الى الهنا. كل مجد وكرامه انا الان والى الابد امين.